السلام عليكم، أسعد الله يومكم وكل أوقاتكم يا رب. كيفكم جميعا؟ اشتريت سير وحبيت أني أشارككم ببعض المعلومات تستفيدوا منها. أول شيء طبعا يجي ما هو مركب، يجي القاعدة الأساسية وتتركب فيها الأعمدة لأنه يكون مطبوق داخل الكرتون، وتجي معاه ملحقات. أول شيء الكتالوج طبعا لازم نقراه ونشوف طريقة التركيب والمميزات، ويجي معاه القطعة الحمراء هذه اللي تثبت في نفس الجهاز، وإما تحطيها في إصبعك تثبتيها أو في ملابسك اللي هي تعطيك نبضات القلب، ومعها زيت لنفس السير. طبعا هنا بدأنا بالتركيب، الكل يشارك، يعني خاصة لما يكون في شيء جديد كذا، جهاز جديد في البيت الكل يبغى يشوف ويشارك. زوجي هنا قاعد يركب وولدي الصغير يساعده. هنا يعني على النهاية يثبت المسامير. طبعا أنا فضلت إنه يكون في غرفة المعيشة، لأنه لو دخل في غرفة من الغرف جوا حكسل، لكن أنا أبغاه قدام عيني. طبعا إيش اللي خلاني أشتري السير؟ لأنه دحين حر، وأنا صراحة أحب المشي، والمشي يفرق معايا في جسمي كثير، وحلو كمان يعني لي كثافة العظام، كل ما مشيتي كل ما زادت كثافة العظام، حلو الجسم عموما، ينزل الجسم عموما مع شوية تخفيف في الأكل، يا سلام. هنا خلاص بدأنا نجربه، يعني أشتغل خلاص وكل شوية واحد يجرب. بس حبيت أعطيكم معلومات. أنا كنت يعني مشتركة في نادي 3 سنوات، فمن الحكم الخبرة يعني أني كنت مشتركة صرت أعرف كيف أنقي السير. هنا في سرعات إلى 12، هذه اسم الشركة. وفي يعني أهم شيء لما تجي تشتري تشوفي أنه كم يتحمل وزن، طيب تشوفي هل في سرعات متعددة أو لا، لأنه في أنواع، أنا هذا أخذته من أمازون، وفي أنواع وأشكال وأسعار مختلفة، لكن تاخذ الشيء اللي يناسبك. هنا من اليد، من نفس اليد تقدري تزود السرعة وتوطيها، يعني هذه من أهم الميزات اللي لازم تكون متوفرة في السير، إنه يطلع وينزل، يعني كأنك طالع جبل. هنا برضو إما من نفس الشاشة أو من اليد نفسها تطلعي وتنزلي كأنك طالع جبل أو تتخلي منبسط. كمان من الأشياء الحلوة في الميزات اللي يعني لو حبيت تشتري سير تراعيها، لما توقفي من كلمة ستوب ما هي يروح الشاشة، يعني مثلا وقفتي، أحيانا أكون أمشي ويكون عندي شيء في المطبخ أوقفه وأروح أشوف الشيء اللي أبغاه وأرجع ألقاه زي ما هو، المهم ما ينفصل من الفيش، أو تقفليه من السويتش اللي تحت. لو قفلتيه تروح الشاشة كاملة. حلو إنه يحسب لك نبضات القلب، يحسب لك السعرات اللي حرقتيها، يحسب لك الدقائق، يحسب الوقت. هذا أهم شيء. في كمان ميزة البلوتوث، تبغى تشغلي الجوال عليه، تشغلي لك قرآن، تشغلي لك مسلسل تتفرجي والصوت يكون عالي في نفس الجهاز، يعني جدا حلو. هذه مميزاته، جدا حلوة، في أسعار كثيرة، ادخلي أمازون اللي تحب ووصلوا إلين باب البيت. يعني هذا الحمد لله التسوق عن طريق الأونلاين صار أسهل شيء بالنسبة لنا. هنا سويت غدا وحبيت أشارككم فيه. عندي لحمة مفرومة فرمت في محضرة الطعام، بقدونس وبصل وثوم وفلفل رومي، حطيتها على اللحمة، حطيت بهار أبيض، حطيت بهار مشكل، حطيت فلفل أسود وملح وملعقة بيكنج باودر. دائما في كفتة اللحم لازم أنا أحط ملعقة بيكنج باودر يخليها هشة ويعني كذا حلو قوامها، وحطيت ملعقتين بقسماط، وحطيت من صوص الباربيكيو بنكهة التدخين مدخن، ممكن تستغني عنه، وأعجن هذه المكونات كلها وأكورها. يعني من الأطباق السهلة، إذا مشغولة أنت في البيت عندك شيء، من الأطباق السهلة السريعة اللي ما تأخذ وقت، وكمان يحبوها العيلة مع رز أبيض مع عيش، تتاكل لذيذة مع سلطة. خلاص هنا حطيت زيت زيتون وحطيت الكرات هذه، قطعت مكعبات بطاطس صغيرة، هذه قطعة ما تقطعت شيلها قطعها، وحاضيف عليها عصير طماطم. طبعا أغطيها عشان يتغير لونها مع البخار، يتغير لون اللحمة وتستوي، وبعدين بعد ما يتغير لون اللحمة أضيف عصير الطماطم.
طيب سواء طازجة معلبة اللي متوفر عندك، واخليها تكمل سواها. انا سويت جنبها رز ابيض. طيب حلو الطبق هذا زي ما قلت لكم، سريع وفي نفس الوقت ما في دهون كثير، يعني مجرد انه التشويحة تحت بزيت الزيتون ودهنة اللحمة بس. كذا خلص غدانا، عرفناه وزينته بالبقدونس او زي ما تحبي. بعد الغداء سويت لي كوب شاهي، شاهي اخضر. دائما الشاي الاخضر حاولي ما تشربيه الا بعد الاكل بنص ساعه. طيب من انواع الشاهي يعني الصراحه اللي لا يعلى عليها اللي هو شاي نسمتي، مسوين عروض فاخذت العرض اللي مسوينه. الشاهي هذا كنت أجيب منه زمان، طبعا مو بنفس الاسم بس شاهي صيني، كنت أجيب منه زمان زمان من ماليزيا، ما كان متوفر هنا. نفس الشيء كذا ملفوف الورقة، بس تصب عليه الموية الحارة وتنفتح الأوراق، من جد مفيد ومن جد يخسس. طبعا مع المحافظة ومع تقليل الأكل والحركة يعني من جد يجيب نتيجة. هو ينشرب 3 مرات المفروض في اليوم بعد كل وجبة، لكن أنا صراحة أكثر شيء أشربه بعد الغداء، ما أحب أشربه يعني بعد الفطور، يكون الأكل خفيف في الليل نفس الشيء، فأحب أكثر شيء أشربه بعد الغداء. الكوب هذا أخذته من نون، مرة حلو. في صفاية، نفسه كوب قزاز والصفاية قزاز بغطاء، زي كذا تحطي شاي أخضر، الأعشاب اللي تحبي، وتتركيها 5 أو 7 دقائق وتشيلي الصفاية نفس الطريقة هذه، ويجلس لك المشروب صافي. في من العرض اللي أخذته كان عبارة عن كرتونين شاهي وكرتون أظرف. الأظرف خليتها قلت لما أخرج برا البيت يكون أسهل لي، إنه بظرف طيب اللي هو فتلة مو فراطة زي اللي شفته. ومن ضمن العرض كمان كان في 1 بسكوت شوفان اللي هو بزيت الزيتون، مرة حلو. المعلومات الغذائية فيه سعراته قليلة جدا، يعني هذا الكرتون 180 سعرة كله، في 18 حبة، يعني تقريبا الحبة الواحدة 10 أو 15 سعرة، مرة هش ولذيذ وحلا جدا خفيف. أنا زودت أشياء من نفس الموقع عشان يصير الشحن مجاني، أخذت زيادة بسكوت وأخذت من هذا الشيبس عشان زي ما قلت لكم الشحن يصير مجاني، بدل 36 ريال يصير مجاني، زودت كذا شيء. طيب أنا ماني مرة صراحة من هواة الشيبس، لكن عجبني إنه صحي ومخبوز مو مقلي، طعمه كأنه تورتيلا دخلتيها في الفرن وضفت عليها نكهات، نفس الطعم. البنفسجي هذا ذرة مكسيكية، والأخضر خضروات. أنا عجبني الأخضر، يعني في نكهة، في نكهة بصل، في نكهة وانت تاكلي. الثاني البنفسجي صراحة ما عجبني، حسيت ما في طعم، عجب زوجي سبحان الله، الناس أذواق، اللي هو الذرة الحمراء المكسيكية. كله طعم برضو سعراته قليل، يعني الواحد لو حاب انه ينقرش زي كذا، لكن انا قلت لكم انا ماني مره يعني مع الشيبسات عموما، ماني من هواتها. هنا عندي ثلاجه اشتريتها، وكان هنا ورقه، شايفين اثار الغراء حق الورقه اللي كانت موجوده، لما شلتها بقي الاثر، يعني حاولت اني اسوي كذا شيء ما راح، بالليفه المطبخ حطيت مويه حاره ما راح، ومزعجني الشكل، يعني هي عجبتني الصراحة، ما أبغى أحكه بسكينة أو شيء، ما أبغاها تنعدم. وأنا أقلب في التيك توك شفت واحدة زي كذا حطت زيت لبقايا الصمغ هذا أو الغراء، حطت زيت ومسحته بقطنة وراح. أنا الآن يعني للأمانة أول مرة أجرب معاكم الآن، قلت أصور ويا صابت يا خابت، حطيت زيت كذا في قطنة ومسحته، وأنا أمسح كان يخرج، يعني أحس إنه ينشال، تحسي إنه راح الغرا، فزودت كمية زيت وخليته، قلت خليه شوية وبعدين أرجع له وقت ثاني، ورجعت مرة ثانية شايفين وأنا أمسح قاعد يخرج. حلوة الطريقة، يعني غير الزيت ما حطيت، لكن يحتاج له إنك تفركي، فهمتي، بالقطنة،
يعني حاولت أفرك أفرك أفرك، آخر شيء غسلته كذا بالسفنج عادي وراح البقايا. الحين حتشوفوا النهاية، يعني من جد تعبت في هذه الثلاجة، وأنا أحاول يعني أشوف ناس يحطوا موية حارة ينقعوه في موية، ما نفع، ما نفع معايا صراحة. حطيته في موية حارة ولا شيء، أحاول إني كذا بالسفنجة ما خرج. وبعدين قعدت برضو افتش اللي فيه بخاخ من ساكو، انا ابغى شيء من البيت، ما ابغى شيء اروح اشتري، ابغى شيء من البيت يشلي. الين شفت الفيديو اللي اقول لكم اللي هو الزيت في التيك توك، شايفين كيف؟ والله ما توقعت هذه النتيجة، من جد راح. بس زي ما قلت لك يبغاله وقت شوية، يعني تمسحي تمسحي ليه حيخرج معاكي اصلا، وانت تمسحي تحسي انه يخف الغرام، ما يكون حركة اليد ثقيلة، لا يخف يخف الين يروح. شايفين كيف؟ باين لكم أكيد، يعني ما شاء الله من جد طريقة مفيدة. شايفين طبعا عدمت كلها بالزيت، بعدين شايفين كان باقي حاجة بسيطة، رجعت مرة ثانية واضح لكم قدام النور، رجعت مرة ثانية أدعكها إلين راحت، راحت تماما. لو تلاحظوا في زي خطوط كذا، هذا من ليفة المطبخ، السفنجة حق المواعين، لأني في البداية كنت أحك بقوة بالليفة، صار في زي الخطوط. شايفين النتيجة روعة. إذا خلاص اعتمدوا هذه الطريقة، أي بقايا كذا صمغ اعتمدوا إنك تحطي لها زيت وتمسحي. هنا حبيت أوريكم الشاهي هذا، كنت أخذه من آي هير، بعدين لقيته في الدانوب اللي هو شاهي الاسترخاء بالتوت، جدا لذيذ يا بنات، ومن جد يعني خليه آخر فقرة في يومك، من جد تحسي باسترخاء وكذا، وتشربيه أولا طعمه روعة وريحته مرة حلوة، مجموعة توت. شايفين لونه على طول اللون التوت طلع، أخليه أنا عادة زي كذا أحب أشربه دافي، هو مكتوب عليه دافي أو بارد، بس أنا أحبه دافي، طبعا يزيد الاسترخاء كذا الشيء الدافي. تسيبيه 5 إلى 7 دقائق وبالعافية. أتمنى يكون الفيديو عجبكم والمنوعات اللي فيه استفدتوا منها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.